بس قبل ما نبدي أريد أتأكد أن قد تسمعون صوتي واضح وطلعت قدامكم السلايدات مع الباوربوينت لو لا سلايدات الصوت واضح أي واضح واضح بس دقيقة خلي نشغل التسجيل بسم الله يلا بسم الله طلاب بس قبل ما نبدأ محاضرتنا اليوم يعني هاي بعد رايح نفوت بالمادة من خلال نشرح اللوجيكال والفيزيكال ادريسنجز اللي رايح يكونوا معانا على طول السنة إن شاء الله. بس قبل هذا موضوع أنه شلون تعدون بالنظام السادس عشر تنازلي وتصاعدي الهوم وورك يعني اكو شغله انه يعني ان شاء الله هسه انتم اوكي كلتها تعلمتمها بس انه لما اضيف صفر بهذا النظام ايش تعادل ولما اضيف صفر بهذا النظام ايش تعادل. خلينا نرجع للنظام مالتنا اللي هو النظام الديسيمال. بالنظام الديسيمال احنا لما نضيف صفر على اي رقم كأنما إحنا قد نضربه في الأساس مال هذا النظام اللي هو 10 مرفوعاً لأس يمثل عدد الأصفار اللي إحنا ضفناها. يعني لما أجي وأضيف صفر إلى رقم عادي عشري معناته قد أضربه في 10 لأس واحد، إذا أضيف صفرين معناته قد أضرب في 10 لأس اثنين اللي هي 100، ثلاث أصفار ألف وهكذا. بالنظام السادس عشر ناخذ الأساس مال هذا النظام اللي هو رقم 16 ولما نضيف صفر معناته إحنا قد نضرب في 16 للأس واحد، لما نضيف صفرين معناته قد نضرب في 16 للأس اثنين وهكذا. وأيضا نفس الشيء بالنسبة للنظام الباينري، لما قد نضيف صفر معناته قد نضرب في 2 أس 1، نضيف صفرين قد نضرب في 2 أس 2 اللي هي 4 وهكذا. فاتني أيضا أنه أسد الاستمارة مع الواجب اللي هي نظل أكو 15 طالب بعد ما سلموا هومورك. على كل نجي كمقدمة نحكي عن اللوجيكال ادريسنج وليش احنا اصلا نحتاج هذا اللوجيكال ادريسنج. بداية احنا طالما عندنا عمليات اغلبها راح يكون هنالك داتا موجودة بالميموري مال 86 مايكرو بروسيسور يقرا هاي الداتا او يقوم بعمليات معينة عليها يستخدمها بعمليات معينة الى اخره، فبالتالي لازم يكون اكوش امكانية للمبرمج انه يقول للمايكرو بروسيسور روح على الموقع الفلاني جيب داتا وخلي داتا بالموقع الفلاني، فأشن راح نقوم بتحديد هذا الموقع اللي نريده من الميموري. الميموري مالتنا حجمه 1 ميجا بايت، 1 ميجا بايت اللي هي 2 للأس 20 من البايت، وكل لوكيشن من هذه الميموري يحتوي على يعني اللوكيشن محتويات أو الداتا اللي مخزوني بينه تكون بطول 8 بيتس. حتى نصل أي واحد من هذول اللوكيشنز قلنا باستخدام البرمجة نحتاج إلى هذه اللوجيكال ادريسنج، والسبب أنه نحن السجلات مالتنا طلاب اللي راح نستخدمها حتى نخلي بيها الادريس كلها طولها 16 بت، يعني اكو سجلات طولها 8 بت، سجلات طولها 16 بت، لكن لما احنا الميموري مالتنا حجمه 1 ميجا بايت فعدد البتات اللي نحتاجها حتى نعنون هاي الميموري هو يعني 20 بت. منين جت هاي 20 بت؟ انه الواحد ميجا هي 2 للأس 20، فبالتالي انا راح احتاج 20 بت للادريس حتى اولد، يعني احتاج 20 بت حتى اولد 1 ميجا من ال different addresses. خلينا ناخذ مثال بسيط انه
أعتقد هاي أول مرة تمر عليكم. نأخذ مثال بسيط أنه أنا عندي ميموري حجمه مثلاً حجمه 8 مواقع، أي locations memory. زين هاي الميموري الكم اللي من بيها 8 locations، فأنا كم أدرس قيح أحتاج أنه أولد من يقلي كم عنوان أحتاج؟ نعم بعدد هذا اللوكيشنز. نعم فبالتالي أنا عشان أعرف عدد البتات، طبعاً لما أقول عدد البتات معناته قد أحكي عن الرقم بالنظام الباينري، النظام الثنائي. زين كم بت أنا حتى أطيق أولد 8 عناوين مختلفة؟ كم بت؟ 3. بالضبط 3. إذا واحد، إذا بت واحد بت احتمالين يعطيني، إذا بتين كم احتمال؟ 4 احتمالات مختلفة. إذا 3 بتات يعطيني 8 احتمالات مختلفة. فعشان عرفنا أنه رح نحتاج 3 بتات، قلنا 8 تساوي 2 للأس 3، فبالتالي رح نحتاج 3 بتات للأدرسين. إذن then we will need 3 bits for addressing. نفس القاعدة بالنسبة لواحد ميجا بت، واحد ميجا بايت ميموري، الواحد ميجا، واحد ميجا بايت يساوي 2 للأس 20 بايت ويساوي، فبالتالي راح احتاج الى 20 بت. هذا ال 20 بت هي مثل العنوان الحقيقي اللي المفروض احنا المفروض المايكرو بروسيسور يستخدمه حتى يروح على الميموري حقيقه وليس بالبرمجه. هذا العنوان الحقيقي اللي نسميه الفيزيكال ادريس اللي راح نجي عليه بعدين شويه اللغ، يتولد من وين؟ يتولد من البرنامج، ياخذوا المايكرو بروسيسور من البرنامج. نحن لما راح نكتب البرنامج احنا كمبرمجين لل86 مايكرو بروسيسور نحتاج انه نولد فشي يسمونه العنوان اللوجيكال او المنطقي. عشان نحن لانه مثل ما قلت لكم السجلات مالتنا ما عندنا سجل طوله 20 بت وانما كلته 16 بت، فبالتالي غير ايش نعمل؟ نعمل فقط هكذا انه نقسم الذاكره مالتنا الى مقاطع، كل مقطع راح نسمينه سيجمنت. هذا المقطع اللي هو سيجمنت ادريس او فد عنوان مال المقطع ثابت لكل اللوكيشنز الموجوده داخل هذا السيجمنت. هاي القيمه مال السيجمنت هذه اللي هي جزء تمثل الجزء الاول من اللوجيكال ادريس راح تكون مخزونه داخل احد السيجمنت ريجسترز. يعني السيجمنت ريجسترز اللي اخذناه المحاضره السابقه من يذكرهم كم سيجمنت ريجستر كان عندنا؟ 4. بالضبط 4. نعم السي اس والاي اس والدي اس والاس اس، هذول الاربع سيجمنت ريجسترات كل واحد راح يكونوا مخصصين لخزن خزن هاي القيمه مال السيجمنت. زين انا طبعا عاده اكون بحاجه الى الوصول الى موقع معين داخل كل واحد من هذول السيجمنت، فبالتالي راح احتاج الى شيء نسميه مؤشر او اوفست يحدد لي اي لوكيشن من داخل هذا السيجمنت هو اللي انا قد اريد اصل له، اخذ منه داتا، اعطيه داتا وهكذا، اللي هو يمثل الجزء الثاني من اللوجيكال ادريس نسميه الاوفست. السيجمنت قيمة طبعا احنا حجم كل واحد من السيجمنتس هو 64 كيلو بايت، حجم كل واحد من السيجمنتس 64 كيلو بايت. زين فبالتالي الاوفست، هذا الاوفست شقد لازم يكون طوله؟ لازم يكون طوله فينا بحيث نصل الى كل اللوكيشنز الموجودة داخل 64 كيلو بايت. نرجع على هذا السلايد مالتنا حتى نكتب. إيش كنا نقول؟ إنه إذا عدنا سيجمنت طوله 64 كيلو بايت ويساوي، لازم نحول هاي 64 كيلو إلى 2 للأس فد رقم حتى نعرف إحنا كم بت لازم يتوفر لنا بهذا الأوفسيت. 64 هي 2 للأس إيش قد؟ بس 64 وحدة. 6. بالضبط 2 للأس 6.
والكيلو ايش قداته؟ الكيلو ايش قداته؟ 2 للأس. 2 للأس 10. نعم 10 6 بالضبط. 2 للأس 6 مضروبة في 2 للأس 10 ايش يساوي؟ 2 للأس ايش قد؟ 16 بالضبط. اذا احنا اذا كان عندنا سيجمنت او مقطع من الميموري حجمه 64 كيلو بايت، فبالتالي عدد البتات اللي نحتاجه للأوفسيت، حتى يعني الأوفسيت ريجستر اللي راح يأشر على كل واحد من هذول اللوكيشنز، قصدي انه هو قادر على التأشير على كل واحد من هذول اللوكيشنز باستخدام قيمة مختلفة كأدريس، هو المفروض يكون طوله 16 بت، وهذا هو بالحقيقة طول السجلات مالتنا. فبالتالي ممكن أنه نستخدم أي واحد من سجلات الأوفسيت اللي غايح نشرحهم بعد شوية. واضح طلاب إحنا إيش عملنا؟ يعني مثل ما عملنا فقد طريقة بحيث أنه نطيق نعطي physical address لكن باستخدام logical address. أشون إحنا غايح نعطي offset داخل البرنامج مالتنا، والمايكروبروسيسور من يا offset استخدمنا غايح يوقف السيجمنت اللي لازم اللي يقابله السيجمنت اللي إحنا قنأشر بداخله، وبالتالي يجمعهم بطريقة معينة يطلع منهم الphysical address. غايح نأخذ الله خلينا نرجع على السلايدات. إذا عرفنا ليش إيش السبب، يعني ليش هو كان قسم إلى كل قسم أو كل سيجمنت حجمه 64 كيلو بايت، لأنه هاي 64 كيلو بايت بالإمكان أنه نأشر عليها بكل سهولة باستخدام offset طوله 16 بت. إذا هاي مفهوم معك ستي، أنا راح 16 بت راح يضرب المعالج مالنا بس 20 ما أربعة أقصد يعني المعالج ما... نعم نعم، بس إحنا ما نحسبها هكذا، نحسبها أنه هذا logical address من السيجمنت والأوفسيت، نعمل فد عملية حسابية بعد شوية راح ناخذها نطلع منهم physical address اللي هو 20 بت اللي هي العنوان الحقيقي اللي يحتاجه microprocessor. أوكي، لكن نحن بالبرمجة لما نكتب البرنامج راح نعطي الأوفسيت بشكل قيمة طولها 16 بت، يرجع المايكروبروسيسور ياخذ قيمة السيجمنت من واحد من السيجمنت ريجسترز CSDS ESSS ويرجع قلنا يجمعهم بطريقة معينة بحيث يولد منهم فد أدريس طوله 20 بت. ماشي تمام ست زين. أي أحد عنده سؤال بأي وقت خلي قاطعني ويخليني مثلا أعيد هاي ما فهمناها عندي فلان نقطة، بأي وقت أنتم ناقشوني أو قاطعوني. أوكي، يعني هالشكل تكون يعني أريد يكون المحاضرة تفاعلية، وإذا ما تسألون جزء أنا أعبغ شغلة أشرحها على السريع وأبغى وهي بالحقيقة كل هاي الأشياء قد أقولها هي الأساس مالتنا وكلش مهمة. قلنا the segment part of the address is fixed for all the memory locations that are in this segment. واضحة هاي إنه أوكي كل من اللوكيشنز الموجودين بسيجمنت معين يمتلكون نفس قيمة السيجمنت اللي هي مخزوني داخل قناة واحد من السيجمنت ريجسترز. من اللي غايح يتغير بالنسبة لهذول اللوكيشنز اللي موجودين داخل السيجمنت الواحد؟ أنا من سيجمنت قيمة السيجمنت مالتهم ثابتة، لكن قيمة نعم بالضبط قيمة الأوفسيت راح تكون متغيرة، تتراوح قيمة الأوفسيت طالما هي 16 بت فتتراوح ما بين 4 أصفار إن هكسا اللي هي بالضبط نعم إلى 4 إفات. الأوفسيت هو كأنما يعني ما دائما نقول عليه أوفسيت، أحيانا من أشرح أقل لكم بوينتر أيضا أنا أقصد أوفسيت، بس بوينتر معناتها بالإنجليزي معناتها مؤشر، فبالتالي هاي الكلمتين ممكن أنه نستخدمهم لنفس المعنى. السيجمنت فاليو كان اونلي بي ستورد ان وان اوف ذا سيجمنت ريجسترز، هاي ايضا شرحناها، قيمه السيجمنت دائما تكون موجوده بواحد من السيجمنت ريجسترز الاربعه. الان تذكرون المحاضره السابقه اخذنا فقط تيبل هكذا كان لونه بالازرق، قلنا هاي تيبل كلش مهمه وكل المحاضرات راح نحتاج انه
انه نرجع عليها بهاي هاي تيبل يقول لكم انه اذا استخدمنا مثلا كأوفست استخدمنا السجل اس اي خلينا بينه قيمه الأوفست، منو راح يكون السيجمنت اللي قابل الاس اي؟ منو راح يكون السيجمنت مالته؟ الدي اس. الدي اس نعم كنت درستم. البي اكس منو السيجمنت مالته؟ بي اكس. هم دي اكس عفوا دي اس. ومنو الاخ؟ بي اكس واس اي. ومنو الاخ؟ دي اي. والدي اي بالضبط. واذا اعطينا الاوفست بشكل نمبر، بشكل نمبر منو يكون السيجمنت مالته؟ دي اس. ايضا دي اس نعم نعم. هاي الامور المايكرو بروسيسر مبرمج عليها يدحق على الاوفست. احنا وين مخلين الاوفست؟ داخل اي مسجل، فبالتالي غير يعرف من هو السيجمنت اللي قابله. لكن انا ايش يهمني تعرفون هاي الصيغه مال عمل مع طريقه كتابه اللوجيكال ادريس، تكتبون السيجمنت اول بعدين تخلون نقطتين عموديات وتكتبون الاوفست. وطبعا السيجمنت والاوفست طالما هي ادريسز فنحن نعطيهم بالنظام السادس عشر، فلازم تكتبون يم كل واحد منهم حرف اج. واضح؟ اذا هذه هي الصيغه مال كتابه اللوجيكال ادريس. ها كنا كل عيني بس بس عندي الصيغه مال كتابته. ها هوني هذه كنا عملتوها بالبولد، انه نكتب القيمه مع السيجمنت ونخلي مع حرف اج لانه اكيد رقم يكون بالنظام السادس عشر، ونخلي نقطتين عموديات ونخلي الاوفست وايضا راح يكون عباره عن رقم بالنظام السادس عشر. ممكن أن نعبر عن اللوجيكال ادريسنج باستخدام السجلات. مثلا انا اريد اقول لك عندي قيمه مخزونه داخل دي اس اس اي، فايش اعمل؟ اكتب دي اس وخلي نقطتين عموديات واكتب الاس اي، بمعنى انه قيمه السيجمنت مالتي موجوده داخل الدي اس وقيمه الاوفست مخزون داخل سجل الاس اي. زين، لكن إذا كتبناها بشكل أرقام لازم نخلي يمهم حرف إج دلالة على أنه هذا الـ addressing هو بالنظام السادس عشر. صار واضح يا طلاب؟ جيد. زين، بعد شو كنا خلينا نسأل إذا IP منو الـ segment مالته الـ IP؟ CS. بالضبط السي اس. وهذه هي بس الخمس طرق فقط اللي نستخدمها للتعبير عن الاوفست، اما الاي بي او الاس اي او الدي اي او البي اكس او رقم يتكون من 16 بت. ما اكوش اي سجل اخر ممكن انه نستخدمه بالادريسنج، فقط يعني حالات انه خاصه راح ناخذها بعد نص السنه ان شاء الله، بذاك الوقت نستخدم غير سجلات. لكن الان احنا بس يعني ما ممكن واحد يقول انا بدي استخدم الاي اكس حتى اعبر عن الاوفست الفلاني، ما ممكن. اي اكس ما ممكن، سي اكس ما ممكن، دي اكس ما ممكن، هذول بس السجلات الموجودين عندكم بهاي التيبل. خلينا ناخذ اكزامبل حتى توضح عندكم الصوره. انا هون رسمت رسم للميموري. احنا دائما نعبر عن الميموري بهاي الطريقه، نرسم مستطيل وبداخله locations، كل واحد من هذول اللوكيشنز ايش قد راح يكون العرض مالته؟ 8 بت، او محتوياته بطول 8 بت. الميموري مالتنا اللي هي واحد ميجا بايت. اول لوجيكال ادريس بيها يعني اول لوكيشن من اول سيجمنت من هاي الميموري ايش قد راح يكون اللوجيكال ادريس مالتها؟ هو 4 أصفار نقطتين 4 أصفار اللي هي سيجمنت صفر والأوفست صفر. خلينا نفترض أن عندنا فقط سيجمنت معين طوله 64 كيلو بايت وقيمة السيجمنت مالته هي 1000 هكسا. 1000 هكسا يصير 1000 لو ما يصير؟ يصير 6. نحن المهم يكون 16 بت صحيح؟ أي قيمة طولها 16 بت أو أقل هاي ممكنة، لكن أكثر ممنوع. زين، فالألف ليش قلنا يصير؟ منو قال يصير؟ عشان عرفت أنه يصير
لانه كل ديجيت بالنظام انا اعتبر اربع مراتب، ثلاث مراتب ما اربع مراتب. الالف الالف هيكس اي، لان 10 هي مرتبه 10. تقصد هذا الواحد؟ الواحد نعم. اي نعم. لاحظوا انه بالنظام السادس عشر احنا ايش نسميهم هذول الارقام؟ نسميهم ديجيت. هذا الرقم مثلا هذا الالف متكون من اربعة ديجيت، هذا الاربع افات متكون، هذا الرقم متكون من اربعة ديجيت. كل ديجيت بالنظام السادس عشر احنا نمثله باربعة بت، تمثل اربعة بت. فاذا ضربنا اربعة في اربعة راح يطلع لنا 16 بالنظام الباينري، واضح؟ نفس الشيء هوني بالنسبة للأربع إفات، يعني الإف إيش تمثل بالنظام الباينري؟ من يقل لي الإف إيش يقابل أربع وحدات؟ نعم مضبوط بالضبط، أحسنت. الآن فرضنا أنا وعدنا مثال هو سيجمنت طوله 64، طبعا لازم يكون طوله 64 كيلو بايت ما بكيفنا. القيمه مال السيجمنت ماله تساوي 1000 هكسا، زين. فبالتالي انه اول لوكيشن من هذا السيجمنت ايش قد راح يكون قيمه الاوفسيت مالته؟ اول لوكيشن 4 اصفار، نعم صفر، او نقول 4 اصفار نفس الشيء. واللوكيشن الاخير او نسميه الاندنج ادريس مال هذا السيجمنت هو 1000 هكسا نقطتين 4 افات ان هكسا. أخذت مثال أنه عندي فد لوكيشن بالوسط صغير تقريبا، إيش أنا عبر عن سيجمنت أدريس مالته، عفوا عن لوجيكال أدريس مالته، أكتب السيجمنت نقطتين وأكتب الأوفسيت. الأوفسيت لازم يكون مختلف لكل اللوكيشنز الموجودين داخل السيجمنت الواحد، لكن هذول اللوكيشنز كلتهم مشتركين بقيمة واحدة للسيجمنت أدريس. دائما نحن لما نرسم الذاكرة تنتبهون أنه نعتبر أنه نفسنا من جوا أقل شيء، ونرجع إيش قد نصعد بي نصعد لي فوق، إحنا قاعد نزيد العنوان أكثر، لأنه أكو كتب تستخدم يعني ترسم الميموري بالعكس، يعني من فوق الأدرس القليل بعدين إيش قد تزيد تنزل لي جوا، لكن إحنا راح نستخدم فقط صيغة ثابتة أنه إيش قد نزيد الأدريس نطلع لي فوق. قلنا طالما إحنا قد نحكي على أدريسينج فلازم نستخدم النظام السادس عشر، ما ممكن أحد منكم يعطيني الأدريس لا بالنظام الديسيمال ولا بالباينري. وآخر موقع من هاي الميموري بالسلايد السابق أنا ما كتبتون، وإنما خليتوا علينا علامات استفهام، لأنه من ناخذ الفيزيكال أدريسينج راح نعرف هذا اللوكيشن أشقد اللوجيكال أدريس مالته. كفيزيكال أدريس المفروض أنه هذا اللوكيشن الفيزيكال أدريس مالته اللي يتكون من 20 بت هو أشقده من يخلي 20 بت، يعني كم ديجيت بالنظام السادس عشر؟ خمسة. نعم، زين ايش قد لازم تكون كفيزيكال ادريس بالنسبة لآخر لوكيشن؟ المفروض تكون خمسة. نعم صحيح مضبوط. فبالتالي إذا كنا قد نحكي عن الفيزيكال ادريس لازم تكون خمس افات هيكسا، لكن كلوجيكال ادريس هسه بعد شوي راح نتعرف شلون نكتب اللوجيكال ادريس مال هذا اللوكيشن. العنوان الفيزيائية حتى نصل أي لوكيشن من هذه الواحد ميجا بايت ميموري، المايكروبروسيسر المفروض أنه يولد physical address من logical address. كإكزامبل عن physical address هو أي رقم هكسا. بس سؤال، يعني بس قلت الأوفسيت راح يكون مختلف والألف ظل ثابتة، ليش ست؟ الأوفسيت يكون مختلف لكل واحد من اللوكيشنز اللي موجودين داخل السيجمنت الواحد، لكن قيمة السيجمنت بالنسبة لهذوي اللوكيشنز كلهم هي قيمة واحدة ثابتة ما يصير تتغير، وإلا إذا كانت قيمة السيجمنت مختلفة لتو أدريسز
كل واحد منهم عنده سيجمنت قيمة السيجمنت مالته مختلفة، معناته أنه كل واحد منهم موجود بسيجمنت مختلف. واضحة الفكرة؟ تمام واضحة. أوكي. هسه حتى إحنا قلنا نحكي عن physical address اللي هو قلنا يتكون من 20 بت، ووضحنا إيش السبب إنه هو يتكون من 20 بت، لأنه عندنا 1 ميجا بايت ميموري، وهو طبعاً 20 بت هي عبارة إذا كتبناها بالنظام 16 غير تحتاج إلى 5 ديجيت حتى نعبر عن هذه 20 بت. كمثال أي رقم يتكون من 5 ديجيت، وطبعاً راح يكون الرينج مالته من 5 أصفار إلى 5 إفات إنهكسها. الآن شون المايكروبروسيسور من البرنامج لاحظ قيمة الأوفسيت، يرجع يطلع قيمة السيجمنت، يرجع يوجد منهم فيزيكال أدريس. حقيقة هو قياخذ السيجمنت ويضربه في 16، يضربه في رقم 16 ويرجع يجمعه مع قيمة الأوفسيت. بهاي الطريقة غير حصل على رقم يمثل physical address. عملية الضرب في 16 لقيمة السيجمنت احنا قبل شوية تذكرون من قلنا طبعا هاي 16 مكتوبة هون بالنظام الديسمال وليس النظام الهكسا، ولو كانت 16 هكسا كان خليت يما حرف اج. عملية ضرب قيمة السيجمنت اللي غير تكون بالنظام 16 في 16 اشون بسهولة اطيق اقوم بيها من يقلي؟ ما قلنا إضافة صفر لأن 16 بالضبط. نعم بالضبط، إحنا أصلاً لما نضيف صفر إلى أي رقم بالنظام 16 معناته إحنا قلنا نضربه في 16، فهاي مباشرة العملية بكل سهولة تتم أنه أضيف صفر إلى قيمة السيجمنت. بعدها عملية بسيطة جداً، عملية جمع مع قيمة الأوفسيت من دون ما نضيف له أي شيء. بعد ما نجمع ما يطلع لنا شيء مثل الفيزيكال أدريس أو اختصاراً نكتبه PA. واضح يعني؟ أحد عنده شيء ما مفهوم أو يحتاج إعادة؟ السؤال عن ضرب في 16، يعني مثل ما نظام الجسم نضرب في 10 نضيف مرتبة، كأنه نفس الشيء. نعم نعم بالضبط، نعم. طبعاً مهمين لا تسألوني أنه ليش قي يضرب في ليش مثلاً السيجمنت بالذات يمسك ويضربه في 16 بالذات. هاي شغلة لما صنع المايكروبروسيسر الـ 86 مايكروبروسيسر برمجونه أنه يوجد الفيزيكال أدريس من اللوجيكال أدريس بهاي الطريقة، هي معملوه هالشكل زي يعني؟ شفت يعني؟ قول شفت يعني هسه الفرق بين اللوجيكال أدريس انه بس يطيق يكتب لي الادريس باربع بتات، بينما الفيزيكال لا يطيق يكتب يعني بخمس بتات او اكثر حسب ال اللوجيكال ادريس. ماشي، اللوجيكال ادريس صيغته هي عباره عن 16 بت نقطتين 16 بت. هاي 16 بت الاولى تمثل السيجمنت وال16 بت الثانيه تمثل الاوفسيت. طبعاً إحنا قلنا ما نكتبهم بالنظام الباينري وإنما نكتبهم بالنظام 16، فبالتالي راح يكون عندك 4 ديجت تمثل السيجمنت و4 ديجت تمثل الأوفسيت. بالنسبة للفيزيكال أدريس هو عبارة عن 5 ديجت ما تتكون من جزئين، هو رقم واحد بس ماكو غيره. فأنا من أعطيكم أي أدريس ما بعد أقلكم هذه مثل logical address هذه مثل physical address، أنتم من تحكون علينا تعرفون هذا logical لا physical. طبعاً بالمناسبة الفيزيكال أدريس ما شرط يكون متكون من 5 ديجيت، ممكن يكون أقل، ممكن يكون 51F هكسا، 51F هكسا يعني إيش قد كم ديجيت؟ 3 ديجيت. إيش معناته؟ معناته أنه 2 ديجيت الأخرى هي عبارة عن 00، لكن أنت من الطريقة اللي أنا قد أعطيكم بها هذا الرقم قد أقل لكم أكو ميموري لوكيشن الأدريس مالته هو 51F هكسا، فأنتم تعرفون من قد أعطينه كرقم واحد تعرفون أنه هذا مثل physical address. أوكي لي هوني؟ وممكن يكون 5 الفيزيكال، ممكن يكون 5 ديجيت 4 ديجيت 3 ديجيت 2 ديجيت 1 ديجيت. ماشي يعني؟ ماشي. طبعا 6 ديجيت ممنوع أكيد غلط. الآن كإكزامبل إذا كان عندي logical address هو 3AFF هكسا نقطتين 9000 هكسا، فالphysical address اللي غايح يوجده الـ 86 microprocessor من هذا الأدريس أنه يأخذ 3AFF اللي يتمثل السيجمنت
ويخلي له صفر من قدام كأنما ضربه في 16 ويرجع يجمعه مع 9000. هون بهذا الموضوع انت كلش مهم انه تكونون كنت علمتم طريقة جمع ما بين اي رقمين مكتوبين بالنظام 16. هاي هي التيبل اللي اخذناها المحاضرة السابقة وحكينا عن المؤشرات. حكينا انه السيجمنت ممكن يكون طبعا يكون مخزون داخل واحد من هذول الاربع سجلات وكل واحد منا بنعرف ايش هي المؤشرات اللي مستخدمة بينه. بالنسبة طبعا للسي اس مؤشر مالته هو الاي بي والسي اس اسمه كود سيجمنت. ليش؟ دلالة على انه هو عمله يأشر على السيجمنت من الميموري المخصص لخزن الكود فقط, مخصص لخزن الكود مالنا. لأن الطلاب إحنا لما راح نكتب برنامج أشون غيح الماكرو بروسيسر يصل لهذا البرنامج وينفذ خطوة خطوة, راح تكون الإعازات مال هذا البرنامج مخزونة بطريقة معينة داخل هاي الميموري وداخل يعني بالتحديد السيجمنت اللي قيأشر علينا اللي قيمة السيجمنت مالته مخزوني داخل سجل السي اس. هاي السي اس والاس اس والدي اس والاي اس هي عبارة عن سجلات طول كل واحد منهم هو 16 بت ومخصصين لخزن قيمة السيجمنت. المؤشر مع السي اس هو الاي بي. الاي بي من السجلات اللي نسميها special purpose registers اخذناها بالمحاضرة السابقة لانه شغله كلش special, ما هو سجل عام ممكن نستخدمه باي عملية. والسبب انه اذا غيرنا الاي بي او كان عندنا اعازات تغير الاي بي فمعناته انه احنا ايش عملنا, قفزنا من البرنامج اللي احنا قن نفذه خطوه خطوه باستخدام هذا المؤشر, قفزنا الى مكان اخر فبالتالي راح يضيع البرنامج اللي احنا كان خزناه. الاس اس او الستاك سيجمنت المؤشرات مالته هي من الاس بي والبي بي. راح تلاحظون بالمحاضرات الجايه انه الاس بي ما نستخدمه الا في اعازات محدده, لكن البي بي هو عباره عن سجل يعني ممكن انه نستخدمه ك جنرال بيربز ريجستر. الدي اس مؤشراتهم هي بي اكس دي اي اس اي او اي رقم يتكون 8 بت 16 بت. المفروض احنا نكتب فقط 16 بت نمبر, وممكن هذا النمبر يكون يعني ما شرط يكون بينه 4 ديجيت وانما يكون بينه اقل, فممكن يتراوح ما بين الصفر الى الاف اف 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 الهكسا. فمن نستخدم رقم عمليه اعطاء الاوفسيت معناته انه احنا قد نستخدم سيجمنت منه الدي اس. بالنسبة للإي اس ما عنده مؤشرات بالمادة الداخلة عندنا بالنسبة لكم. خلنا ناخذ إكسامبل أنه find the physical space. بالله بس يعني مثال السابق أول واحد يعني هذا المثال. نعم ست. نعم نفرض أنه عندنا logical address يساوي هذا المعطى 3 اي اف اف هكسا نقطتين 9000 هكسا. احنا شو نعرفنا انه هذا logical address لانه يتكون من رقمين, فهذا الرقم يمثل segment وهذا يمثل offset. نحن شو نوجد منه من physical address؟ قلنا على حسب القانون السابق لهذا القانون ناخذ segment نضربه في 16 عن طريق اضافة صفر ونرجع نجمعه مع offset. لاحظ بهذا الشكل ناخذ 3 اي اف اف نخلي له صفر بعدين ينجمع مع 9000 انهكسا. اوكي يعني عمليه جمع ما بين رقمين بالنظام 16 واضح؟ تمام واضح. خلينا ناخذ اكزامبل يقول find the physical address of the next instruction if cs تساوي كذا دي اس كذا اي اس اي بي. اعطانا القيم مال مجموعه من السجلات, يريد الفيزيكال ادريس اوف ذا نيكست انستراكشن. لمن يقول لنا اوف ذا نيكست انستراكشن, كلمه انستراكشن ايش معناتها؟ من يقول لنا معناتها احنا وين صار موجودين, احنا عندنا اعازات, عندنا برنامج وقنأشر علينا. فالنيكست انستراكشن او الاعازه التالي اللي احنا راح ننفذه منو قيأشر علينا؟ منو يقل لي؟ أول شيء إحنا موجودين بأي سيجمنت؟
سي اس بالضبط بالكود سيجمنت احنا موجودين طالما قيقل لكم انستراكشن وليس داتا معناته احنا بالسي اس زي من المؤشر مال السي اس اي سي بي بالضبط عندما تجي الواحد ماكو غيره صفر لحظة هوني أخذنا السي اس اللي هي ألف خلينا على صفر رجعنا جمعناها مع قيمة الـ IP اللي هي 2000 هذا هو الناتج اللي طلعنا يمثل الـ physical address مال هذا مال الـ next instruction لاحظوا أنه هو كان أعطانا قيمة الـ data segment register أعطانا قيمة الـ extra segment register لكن هاي يعطيها بس حتى يعني يرشع الطالب يعرف إما هو منهم هو اللي رايح نختاره حتى نحسب الـ physical address لو لا عادة بالأسئلة نعطيكم قيم يجوز قيم السجلات كلها وانت من حالكم تعرفون ايما سجل يمثل الأوفسيد وايما يمثل السيجمنت يعني ما حتى ما تقدرون تقول انه اي ما دام اعطانا هذا السيجمنت ما دام اعطانا هذا الأوفسيد معناته هي مذول رايح نجمعهم واضح هذا الاكزامبل اذا واضح رايح ننتقل للاكزامبل الثاني قال لنا If a segment register value is 2100 hexa يعني إيش معنى segment register value يعني قالنا واحد من segment registers الأربعة قيمته هذه ما حدد لنا ياهو What are the starting and ending physical addresses of this segment The starting address والending address كlogical إيش قد تكون قيمة الأوفسيت مالته الستارت أصفار والإند إيفات فعلى الأساس نجمع بالضبط نحن هسه مطلوب من عندنا الفيزيكال أدريس مال الستارتينج ومال الإندينج لوكيشن أو أدريس فعش رح نعمل ناخذ هاي قيمة السيجمنت 2100 نحط لها صفر ومرة نجمعها مع قيمة أوفسيت تساوي صفر يطلع لنا الفيزيكال أدريس الستارتينج فيزيكال أدريس ومرة نجمعها مع أربع إفات يطلع لنا الـ Ending Physical Address فهوني أش قلنا الـ Starting Physical Address هو بعد ما خلينا صفر طبعاً للـ Segment Value جمعنا نوع صفر طلع لنا 21000 هكسا وبالنسبة للـ Ending Address لحظة هاي الصفر اللي ضفناها وجمعنا نوع أربع إفات كأوفسيت فطلع عنا 30FFF إن هكسا يمثل لنا الending physical address لاحظوا يعني أكو طرق مختلفة حتى يعطينا القيمة مع segment offset هو بالمثال السابق أعطانا قالنا أنه next instruction فطالما قالنا instruction معناته إحنا موجودين بالكود segment والمؤشر معناتنا هو IP هوني ما قال لنا شنو هو ال يعني يا سيجمنت قاعد يحكي بس اعطانا هو كرقم ورجع قال لنا نريد الستارتنج ادريس والاندنج ادريس واللي احنا اصلا نعرف قيمه الاوفسيت مالته ننتقل للاكزامبل الثالث ايضا اعطانا القيم مال مجموعه من السجلات وقال لنا فايند ذا فيزيكال ادريس اوف ذا ستاك منو السيجمنت اللي اشر على الستاك السيجمنت المسؤول عن التأشير على الستاك الاس اس هو صح قلت اس بي بس هذا الاس بي مثل الاوفسيت نعم كسيجمنت الاس اس نعم من المؤشرات مال الاس اس هي اما الاس بي او البي بي فاحنا ممكن انه نستخدم الاس بي او البي بي اثنيناتهم صح هوني بالسؤال ما كان حدد لنا الـ SP ولا الـ BP المفروض هو يحدد أو المفروض يعطينا واحد بس منهم تلاحظوا هو فعلا كان أعطانا بس الـ BP والـ SP ما معطى إذا رايح نستخدم الـ BP لو كان أعطاهم اثنيناتهم فكان لازم يحدد لنا أي ما هو منهم رايح نستخدمه كأوفسيت أو يعطينا فقد يعني مساعدة أو فد هنت نستدل بيه على أي ما هو منهم رايح نستخدم عفوا فاش نعمل ناخذ قيمه الاس اس اللي هي 0.22 هكسا لاحظوا هون اخذناها كسيجمنت خليناها على صفر ورجعنا جمعناها مع قيمه البي بي اللي هو 2E60 وهذا الناتج اللي طلع لنا يمثل الفيزيكال ادريس
عشان جمعنا قلنا صفر وصفر صفر اثنين وستة ثمانية اي واثنين ايش قد يطلع؟ صفر واحد بالضبط. بعد الاي ايش يجي؟ اف صفر واحد. هاي الصفر هوني وخلينا الواحد باليد وواحد واثنين وصفر ثلاثة والاي تنزل. اذا ما عندكم سؤال راح ننتقل للسلايد التالي. الاكزامبل الرابع هوني بالعكس يريد من عندنا نطلع يعني يقول find a logical address that can take you to the location 255 AF hexa of the memory. اشنو هو اللوجيكال ادريس اللي ياخذنا الى هذا الموقع من الميموري؟ لاحظوا ايش يمثل هذا الرقم اللي تم اعطائه هوني؟ من يقول لي فيزيكال ادريس. نعم يمثل فيزيكال ادريس. فبالتالي نحن مطلوب من عندنا انه نطلع لوجيكال ادريس يوصلني لهذا الرقم. فهي ما أكوش احتمال واحد، أكوش كثير احتمالات ممكن أنه توصلني على الرقم، لكن أنا لازم أتأكد أنه الرقمين اللي أنا اخترتهم كسيجمنت وأفسد يوصلوني لهذا. الشون عن طريق أنه أتأكد من حلي، أخلي صفر للسيجمنت وجمعه مع الأفسد مفروض يعطيني هذا الفيزيكال أدريس المعطى بالسؤال. زين يعني أبد لا تقولون سهلي وأنا هي وهذول رقمين صح ما فشني، كل واحد يغلط الواحد يغلط لأنه هي بعملية إضافة صفر فيعني تغلط. إيش نعمل دحق طلاب لما تريدون توجدون logical address؟ آخر digit هذه الديجيت الفوق أو الهاي، هاي الاثنين هوني بالنسبة لهذا الأدريس، هذه دائما الاثنين خلوها بجزء السيجمنت، دائما خلوها بجزء السيجمنت. وهذه ال F دائما خلوها بجزء الأوفسيت، باللور ديجيت من الأوفسيت. إيش السبب؟ إحنا هاي الاثنين إذا خليتهم بالأوفسيت جزء الأوفسيت يعني شلون راح توصلوها تخلوها هون يصير بالديجيت الخامسة؟ لكن إذا خليناها بالسيجمنت إحنا أصلاً السيجمنت راح نضيف له صفر، فبالتالي رأساً الاثنين راح تظهر بالمرتبة الخامسة. واضح؟ هذه الإف ما تقدرون تخلوها بالسيجمنت ويطلع لكم صح، لأنه السيجمنت راح نضيف له صفر، فهاي الاف راح تزحف يعني تصير ثاني ديجيت، فبالتالي ما راح تظل بالبداية. إذا تريدوها تظل بالبداية اف تخلوها وين؟ تخلوها بالأوفسيت. الخمسة خمسة اي ما يفرق، تخلوها بهذا الجزء لو بهذا الجزء بالحالتين صح. يعني إشنو يعني لما تخلوها هون يتخلوها بال بجزء السيجمنت الخمسة خمسة اي، لازم دائما تذكروا انه احنا ما راح نضيف له صفر ويسا رايح تصير صح، لما راح نضيف له صفر راح تصير يعني قدامك شو مرتبة، ولما تنجمع مع قيمة الأوفسيت اللي هو اف، الاف راح تصير اول شيء. تمتم علي؟ يعني انتم عندكم كثير احتمالات ممكن انه تعطيكم نفس هذا الادريس، لكن انتم تنتبهون كلش انه الاثنين والاف كل هاي الديجيتس المفروض تطلع بالمكان الصحيح بالنهايه. الاختيار يعني قول العفو ست، اكو طريقه اذا نخلي المعادله على الورقه نكتبها معادله الايجاد اللي هي الادريس في 16 زائدا الاوفسيت. نعم. الأوفسيت نختار أرقام يبدأوا يعني نهايتهم F، الديجيت الأخير F. أي لازم. ونعوض بالمعادلة، الرقم المجهول هو الأدريس نعتبره X. ونعوض بالمعادلة. نوجد مجموعة أرقام، بالامتحان نتوقف لحد ثلاثة أربعة لو حددنا. بالامتحان ما يعني كان جاء سابقاً أنه نغيد من عندكم مثلاً ثلاث أربع أدريسز، لا عادةً أدريس واحد هو كافي. درس واحد كافي اللي وأنتم رايح تستخدمونه بالبرمجة. مثلا أنا أقول لكم بالسؤال تعاملوا لي مع اللوكيشن الفلاني، اكتبوا لي برنامج. فإذا أنا كنت كن أعطيتوكم السيجمنت أنتم بس توجدون الأوفسيت، إذا ما كنت أعطيتوكم السيجمنت والأوفسيت اثنين توجدوهم، ويكون عندكم حرية الاختيار عادة من الأسئلة، واختيار واحد بس كلش كافي. أنتم بس لا تصعبوا على نفسكم إيش قد ما أعطيك، أختار أسهل شيء اللي ما يأخذ وقت. لاحظوا بهاي الأمثلة إيش قد سريعة.
إما تخلون F 0 0 0 بالأوفست وباقي الرقم بالسيجمنت، أو بالعكس أخلي 2 ويما 0 0 0 وباقي الرقم بالأوفست، وممكن جزء من يعني هي بكل الأحوال 2 هوني والF هوني، وباقي الرقم ممكن أنه نجزئه خلي 5 0 0 هوني وخمسة أي من هوني وهكذا. مفهومة هاي examples؟ أنتم حاولوا أنه تأخذوا لكم أرقام عشوائية وتحاولون أنه هاي الأرقام يعني تحولوها إلى logical address وتوش عن الحل مالتكم صح لو غلط حتى تتمرنون عن هاي الأمور. نعم أوكي، أحد عنده سؤال؟ أنا بالنسبة لي اليوم المحاضرة يعني موضوع الفيزيكال ادريسنج واللوجيكال ادريسنج اشعر كلش مهم، وهو جزء اساسي من الماده مالتنا اللي غيح يعني ظل معانا على طول السنه هذا الفيزيكال واللوجيكال ادريسنج، فكتير تعطونه اهتمام. وان شاء الله انا بالتوتوريال اليوم الساعه 11:30 نلتقي مره ثانيه حتى نكمل، لكن موضوع الادريسنج هاي هي خلص بالنسبه لي، ما اريد ابدي موضوع جديد الا اذا مثلا حتى انتم شوي تستوعبون هاي الامور اللي اعطيتكم هي، تحاولون انه تراجعوها على السريع قبل 11:30 حتى نكمل. شكرا جزيلا، مع السلامه. مع السلامه.